السلام عليكم. درسنا اليوم سينصب حول المجزوءة الأخيرة من مادة اللغة العربية، وهي التي تخص مجزوءات المناهج النقدية الحديثة. سبق وأن تعرفتم على النص النظري الذي يؤطر للمنهج الاجتماعي، وتعرفتم على رواده وعلى تطوراته وعلى كيفية تبلوره إلى أن أصبح منهجا قائما بذاته، له أدوات اشتغال ينصب في دراسة النص على القيم الاجتماعية أو على ما هو اجتماعي، على ربط الأدب بالمجتمع، باعتبار أن العمل الأدبي هو انعكاس لما هو اجتماعي أو انعكاس للواقع الاجتماعي. وتعرفتم على رواد المنهج الاجتماعي، وهو بدأ مع مدام ديستايل، ثم إيبوليتان، ثم إسكاربيات إلى آخره. وبعد ذلك سنجد رواد آخرين، أكيد أنهم رواد هذا المنهج من الغرب، منهم جورج لوكاتش ولوسيان جولدمان. الآن سنحاول أن نطبق هذا على نص تطبيقي، بالأحرى هذا المنهج بآليات اشتغاله وبأدواته سيحاول الكاتب الأمين العمراني أن يوظفه لتحليل رواية دفن الماضي لعبد الكريم غلاب. إذن أول شيء نقوم به لتحليل نص تطبيقي هو تأطير النص كما تعرفنا سابقا. إذن تأطير النص أول مرحلة، سأثبتها هنا. إذن مرحلة التأطير، طبعا أذكركم بأنكم مطالبون بكتابة مقالة خالية من العناوين الجزئية أو العناوين الكبرى. إذن على مستوى التأطير لابد أن نضع النص في سياقه، أو تحديد السياق الثقافي والاجتماعي الذي ساهم في تبلور المنهج الاجتماعي. يعني ما هو السياق الذي ظهر فيه المنهج الاجتماعي؟ ونعرف أن هذه المناهج الغربية الحديثة هي مناهج انبثقت بعد تطور وبعد تحول كبير على المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي شهدتها المجتمعات. إذن لابد أن نحدد هذا السياق، ثم بعد ذلك أن نضع إشكالا. إذن هنا طرح الإشكال، هذا الإشكال سيهم بالخصوص قضية النص. إذن سنتساءل فما هي قضية النص وما هي فروعها، ثم سؤال ثاني سنتساءل فيه عن الأساليب، أو عن ما هي الأساليب الحجاجية واللغوية الموظفة في النص. ثم بعد ذلك آخر سؤال، وهو الذي نجيب عنه، هذا السؤال نجيب عنه في بداية في الفهم، مرحلة الفهم، ثم هذا السؤال سنجيب عنه في التحليل، ثم السؤال الأخير سنجيب عنه في التقويم. إلى أي حد، إلى أي حد أو مدى وظف الكاتب آليات اشتغال المنهج الاجتماعي في هذا النص، بمعنى في تحليل رواية دفن الماضي لكريم أو لعبد الكريم غلاب. إذن بعد التأطير سننتقل إلى مرحلة الفهم. إذن مرحلة الفهم هي التي نحدد فيها قضية النص الأساس، ثم العناصر المكونة لهذه القضية. سنفترض أنكم قرأتم هذا النص، وهو
عفوا، لا انا قفزت على واحد المرحله مهمه جدا. لا ماشي هذه، لا قبل الفهم لابد ان ننتقل الى في اطار تطير الملاحظه عفوا. إذن في الملاحظة سننتقل من دراسة المشيرات النصية والعتبات النصية، والغاية ليست غاية الملاحظة وهذه العناصر، دراسة هذه العناصر والعتبات غايتها ليست في ذاتها، وإنما غايتها في أن تسعفنا في طرح افتراضا. إذن سنحاول قراءة العنوان، تحليل العنوان تركيبيا ودلاليا. على مستوى التركيب، ليس بالضرورة وليس المطلوب منكم بالضرورة أن تحللوا العنوان من حيث التركيب، ليس ضروريا، وإنما أن تجعل من هذا التحليل التركيبي مطية لتصل إلى المعنى وإلى الدلالة المطلوبة من هذا العنوان. إذن هنا دفننا الماضي لعبد الكريم غلاب، القيم الاجتماعية الجديدة في رواية دفن الماضي لعبد الكريم غلاب. الآن سأقول بأن هذا العنوان يتكون من شقين. إذا الشق الأول هو الذي يحدد نوع الدراسة، وهو القيم الاجتماعية الجديدة. هذا الشق يحدد نوع الدراسة. والشق الثاني المرتبط برواية دفننا الماضي، هذا يتحدث أو يحدد موضوع الدراسة. إذن موضوع الدراسة هو العمل الأدبي الذي سيطبق فيه المنهج الاجتماعي، ونوع الدراسة هو المنهج الاجتماعي، لأننا سنتحدث عن قيم اجتماعية. إذن لاحظوا كيف نربط ما هو أدبي بما هو اجتماعي. إذن هناك توازي بين السياقين الاجتماعي والمنهج، عفوا الاجتماعي والأدبي. الأدبي بالنسبة للرواية وما يستخرج منها من قيم اجتماعية، والمنهج الاجتماعي يتعلق بالقيم الاجتماعية الجديدة. إذن هذا على مستوى تحليلي العنوان. ننتقل مباشرة بعد تحليل العنوان إلى لنأخذ بعض المشيرات من النص. مثلا سنجد المجتمع المغربي. ليس بالضرورة، هو بالضرورة أن نربط العنوان بالنص لابد، لكن كيف؟ ليس بالضرورة أن نقرأ بداية النص أو نهاية النص، قد نأخذ مشيرات من داخل النص. مثلا سنجد القيم الاجتماعية، لاحظ القيم الاجتماعية، سنجد الواقعية، سنجد مثلا عندنا مثلا الفوارق الطبقية، المساواة، الفوارق الطبقية، المساواة إلى غير ذلك. إذن كل هذه المشيرات إضافة إلى العنوان. الآن سنطرح افتراضا أو سنطرح فرضية، هذه الفرضية ستكون مكونة من ثلاثة عناصر. إذن فرضية هنا سأقول بناء على هذه المشيرات، بناء على هذه المشيرات، لاحظ التي هي العنوان وهذه المشيرات التي أخذناها من داخل النص، إضافة إلى صاحب النص ونعرف بأن الأمير العمراني هو ناقد مغربي إلى آخره، نفترض أن النص مقالة. لاحظوا الشق الأول مقالة نقدية، هذا الشق الأول يحدد نوعية النص، لأنه قد نجد مثلا تلميذ يكتب نوعية النص نقطتين مقالة أو قصة، أو هذا ليس صحيحا، بل
أن تحدد نوعية النص لابد أن تنطلق من مجموعة من المشيرات التي تجعلك فقط تتوقع وتفترض. إذا نفترض أن النص مقالة نقدية، الآن افترضت نوعية النص، الآن سننتقل إلى شق ثاني تندرج، بإمكانك أن تدرجها مثلا في مجزوءات، تندرج ضمن مجزوءات مناهج نقدية حديثة. هذه بإمكانك أن تشير إليها أو أن لا تشير، ليس ضروريا، لكن من المفروض أن تحدد موضوع النص. إذا نفترض أن النص مقالة نقدية تندرج ضمن مجزوءات مناهج نقدية حديثة. الآن سنربط هذا بموضوع النص، بما اكتشفناه من دلالات في العنوان وفي تلك المشيرات التي استخرجناها من داخل النص. سنقول مثلا تناقش القيم الاجتماعية في رواية دفننا الماضي. هذا افتراض من بين مجموعة من الافتراضات. أو ستتحدث عن انعكاس الواقع في رواية دفننا الماضي، إلى غير ذلك. إذن هذا بالنسبة للمرحلة الأولى، وهي مرحلة التأطير ومرحلة الملاحظة. بعد ذلك سننتقل إلى الفهم. سأمزح هذا لأتحدث عن الفهم. بالنسبة للفهم لابد أن نقرأ النص قراءة جيدة فاحصة متمعنة، ونحدد ما فيه من مصطلحات ومن مفردات ومن مفاهيم قد تحتاج إلى شرح وإلى فهم. ثم بعد ذلك سنحاول أن نطرح أسئلة لنتدرج في الوصول إلى قضية النص. إذا لاحظوا القيم الاجتماعية الجديدة في رواية دفننا الماضي لعبد الكريم غلاب. هناك قضية داخل هذا النص، القضية الأساس، وهي اعتبار ناقد أن رواية دفننا الماضي لعبد الكريم غلاب هي رواية نقدية لما تتوفر عليه من مقومات الرواية الواقعية، مبرزا أن القيم الاجتماعية الجديدة في الرواية تشكل انعكاسا للظروف السياسية والاجتماعية والتاريخية التي عرفها المغرب قبل الاستقلال. إذا الآن مرحلة الفهم، أكيد أنه بين هذه الفقرات لابد أن تجد رابطا، الربط بين الفقرات. لننتقل من فقرة إلى فقرة لابد أن نوظف رابطا لغويا. مثلا انتقلنا من مرحلة الملاحظة، وآخر شيء قلنا في الملاحظة هو أن النص هو الافتراض، وقلنا بناء على هذه المشيرات نفترض أن النص مقالة نقدية تندرج ضمن مجزوءات مناهج نقدية حديثة تعالج مدى انعكاس الواقع الاجتماعي في الرواية، في رواية دفننا الماضي لعبد الكريم غلاب. لنفرض هذا هو الافتراض. الآن كي تنتقل من هذا المستوى إلى مستوى آخر الذي هو مستوى الفهم لابد أن تستعمل رابطا دون أن تحدد هذه العناوين. العناوين فقط هي توضيحية، سأقول وتتمحور قضية النص مثلا، أو تتحدد قضية النص مثلا، أو تتلخص قضية النص إلى غير ذلك. إذن الآن بالنسبة للفهم سأحدد قضية النص، ثم لأنه المطلوب في الامتحان الإشهادي هو أن تحدد قضية النص ثم العناصر المكونة لقضية النص. إذا قضية النص هو إبراز مثلا، سأقول الرابط وتتحدد قضية النص في إبراز النزعة الإصلاحية الموجودة أو التي تحملها رواية دفننا الماضي لعبد الكريم غلاب.
تحملها رواية دفنا الماضي لعبد الكريم غلاب. الآن هذه فروع هذه القضية، هذه القضية لابد أن لها فروع، هذا بشكل عام، ثم ستقول وتتفرع إن شئت أن تستعمل هذا المدخل، وتتفرع قضية النص إلى مثلا كأن تحدد ثلاثة محاور أو أربعة عناصر أو إلى غير ذلك. إذن وتتفرع قضية النص إلى مثلا ثلاثة عناصر، يتعلق العنصر الأول ب أن تحدد الفكرة، ثم العنصر الثاني، ثم العنصر الثالث، وكل عنصر ستحدد فيه فكرة. بالنسبة لأفكار هذه هذا النص، سنجد مثلا أنه ركز في البداية على إبراز أن هذه الرواية هي رواية واقعية، وأنها تتحكم فيها النزعة الإصلاحية، ثم انتقل إلى أنها تشكل انعكاسا للظروف السياسية والاجتماعية والتاريخية التي عرفها المجتمع قبيل الاستقلال، ثم كذلك حاول أن يناقش الكاتب رؤية شخصية البطل الذي هو عبد الرحمن في رواية دفن الماضي مع الكاتب، كأنهما يمثلان أو يجسدان نفس الأفكار نفسها، ثم ما يعبر عنه أيضا في موقف آخر أو في محور آخر أو إن شئتم عنصر آخر، ما يعبر عنه موقف الجيل الجديد المتطلع إلى استشراف مستقبل مغربي أكثر تطورا وأكثر انفتاحا. إذن ليكشف عن تجليات هذه النزعة الإصلاحية، وأن يركز على النهاية السعيدة في آخر النص التي رسمها الكاتب للبطل باعتبارها سمة من سمات الرواية الواقعية النقدية القائمة على اندحار الكائن وتحقق الممكن. سنجده يوظف مجموعة من المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالمنهج الاجتماعي عند لوسيان جولدمان وعند جورج لوكاش، خاصة الوعي الكائن والوعي الممكن عند لوسيان جولدمان. إذا هذا بالنسبة للقضية، قلنا أننا نحدد القضية بشكل عام، ثم نفرع ما فيها من عناصر وما فيها من محاور. ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة التحليل، وهي المرحلة التي سنتناول فيها الحقول الدلالية. إذا على مستوى الحقول الدلالية، لابد أن أذكركم بأنه لا من الضرورة أو أن نربط بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية. سنستحضر دائما أننا نكتب مقالة أدبية. إذا بالنسبة للحقول الدلالية، الآن أمامنا نص، لاحظوا، يتكون قلنا من شقين. الشق الأول يحيل على البعد الاجتماعي أو على المنهج الاجتماعي، والشق الثاني يحيل على ما هو أدبي إبداعي المتمثل في رواية دفن الماضي لعبد الكريم غلاب. إذا من هذا المنطلق وبناء على تلك المضامين وتلك الأفكار وتلك القضايا التي استخرجناها في أثناء مرحلة الفهم، سنحدد الحقول الدلالية. سنقول للربط بين الفقرة هذه الفقرة والفقرة عفوا السابقة، سنقول ويتوزع النص حقلان دلاليان، لاحظ، يرتبط الأول بالمنهج الاجتماعي. لابد أن أفتح هنا قوس لأحدد تلك المفردات أو تلك المصطلحات الدالة على المنهج الاجتماعي. سنجد مثلا أو على البعد الاجتماعي إن شئتم، كل ما يرتبط بما هو اجتماعي. هنا سنجد القيم الاجتماعية، سنجد أيضا الفوارق الطبقية، سنجد أيضا القيم البالية، لاحظ، الوعي الكائن، الوعي الممكن، وهذان
هذا المفهوم يرتبط بالخلفية المرجعية أو الإطار المرجعي للوسيان جولدمان، ثم إلى آخره. إذن كل هذا سنحدده في حقل أول، ثم سننتقل إلى حقل ثاني. إذن قلنا يرتبط الأول بالمنهج الاجتماعي والثاني بالأدب أو بالبعد الأدبي إن شئتم. إذن كل ما يتعلق بالأدب، الآن سنفتح قوس، سنجد أن الكاتب تحدث عن الرواية، تحدث عن مقاطع سردية، أيضا تحدث عن شخصيات، لاحظ حينما ذكر شخصيات عبد الرحمن وغيره، ثم تحدث عن إذن كل ما له علاقة بالأدب. إذن الآن لابد من الربط بين الحقلين، فما العلاقة التي تربط بين الحقلين؟ هل هناك علاقة ترابط وانسجام، أم علاقة سببية، أم أن هناك علاقة تباعد وتنافر وتضاد؟ إذن العلاقة بين الحقلين سنقول أنها علاقة ترابط وانسجام. لماذا؟ لأن الكاتب يعتبر أن هذه الرواية أو أن الأدب هو انعكاس لما هو واقعي، لأن الأدب يعكس المحيط الاجتماعي، خاصة المحيط الاجتماعي المغربي الذي كان يعيش فيه أو الذي صورته رواية دفن الماضي ما بعد أو قبيل عفوا الاستقلال. إذن هذا بالنسبة للحقول الدلالية، وسننتقل بعد الحقول الدلالية داخل كل ما هو جهاز مفهومي إلى الحديث عن الإطار المرجعي. دائما سنحافظ على الرابط بين الفقرات. إذا قلنا إذا كانت الانتقالة بين المستوى التحليل ومستوى الفهم بدأناها ب ويتوزع النص حقلان دلاليان، حقل كذا وحقل كذا، تجمع بينهما علاقة ترابط وانسجام قلنا، وليس فقط أن تحدد، سأشير إلى هذا، ليس فقط أن تحدد العلاقة وأن تقول ترابط وانسجام أو علاقة تنافر وتباعد، بل لابد أن تجد مسوغا، أن تجد مبررا. ما هو هذا المبرر أو ما هو هذا المسوغ؟ هو أن تجد ما يبرر قولك أنه هناك علاقة ترابط وانسجام أو علاقة تنافر وتباعد. لماذا قلت علاقة ترابط وانسجام؟ ستقول لأن الأدب يعكس الواقع الاجتماعي بشكل مبسط. ثم سننتقل بعد ذلك إلى الإطار المرجعي. الآن سنتحدث أولا قبل أن نستخرج تلك المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالإطار المرجعي الذي وظفه هذا الناقد، لابد أن نحدد ما هو الإطار المرجعي. إذن لنحدد ما هي الإطار المرجعي، أولا سأقف وسأكتفي هنا بما قدمته إلى حصة أخرى بإذن الله.